السلام عليكم. لا شك أن العديد من الأصدقاء حديثي العمل في أمازون كي دي بي يواجهون مشكل القياسات، بحيث ترفض أمازون كتبهم لأن قياساتها غير ملائمة للقياسات المعتمدة من طرف أمازون. لذلك اليوم إن شاء الله سأريكم الطريقة الصحيحة لتصميم غلاف كتاب مع احترام القياسات الصحيحة بكل سهولة ودون معاناة. فقط تابع معي الشرح. لكن قبل البداية لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول. إذن على بركة الله. أولا قبل بداية الشرح، جميع المواقع التي سوف نحتاجها في هذا الشرح سوف أترك لكم رابطها في وصف هذا الفيديو. فما عليك أولا أخي سوى الذهاب إلى هذا الموقع الأول، فأقوم بالنزول الآن هنا وأختار مثلا Paperback. إن كنت أشتغل على البيبرباك، إن كانت هارد كوفر يمكنكم اختيار هارد كوفر، فأنا أختار بيبرباك. ثم هنا سوف أقوم باختيار اللون الذي أخصصه لكتابي، فمثلا أنا أختار دائما الأبيض والأسود. ثم هنا أختار لون الصفحات فأختارهم كذلك لون أبيض، وبعدها أقوم هنا بتحديد من اليمين اليسار أو اليسار إلى اليمين، فهذا موجه للأجانب إذن سوف يكون من اليسار إلى اليمين. ثم بعدها هنا أقوم بتحديد الإنش، بعدها هنا أقوم بتحديد القياس الخاص بي كما قلت سابقا 8.5 في 11 إنش. ثم بعدها هنا أقوم بكتابة عدد الصفحات، مثلا سأقوم بكتابة 120 صفحة. ثم هنا أقوم بالحساب. هنا تظهر لي جميع القياسات الخاصة بغلافي، بعدها أقوم بالذهاب هنا وأقوم بتحميل التومبليت الخاصة بي. يكون الملف على هذا الشكل، أقوم بفك الضغط عليه. وسوف يظهر لي الملف فهو على صيغة PDF. إذن سأقوم بسحبه والذهاب إلى الفوتوشوب، ثم أقوم برفعه بنفس القياسات بهذا الشكل. إذن هذه هي التمبليت الخاصة بكتابي. فالآن سأقوم بإنشاء لاير لهذه التمبليت بكنترول جي، ثم بعدها أقوم بإخفاء التمبليت الأصلية وأقوم بالضغط هنا والتعديل على هذه التمبليت الأخرى. أختار اللون الأبيض ثم الفرشاة، ثم أقوم بتلوينها باللون الأبيض. بعدها أظهر التمبليت الخاصة بي وأقوم بالضغط عليها هكذا، ثم أختار هذا الاختيار، أقوم بالتعديل عليه حتى تظهر لي الخطوط التي يجب أن أحترمها. فمثلا هذا هو الغلاف الخاص بكتابي الذي قمت بإنشائه. سوف أقوم بسحبه هنا، ثم بعدها سأقوم بضبطه، سأقوم بإخفاء التمبليت الخاص بي. وليبدو لي الغلاف الخلفي متناسق للغلاف الأمامي، سوف أختار إحدى الألوان المتواجدة في الغلاف الأمامي، إما هذا الأزرق أو هذا الليموني. والآن أقوم بالضغط على اللاير التي قمت بإنشائها سابقا، وأقوم بالذهاب إلى الفرشاة، ثم أضغط على اللون وأختار مثلا هذا اللون الأزرق، بعدها أوكي، ثم أقوم بتلوين التمبليت بهذا الشكل. إذن هكذا سوف يظهر لي الغلاف الخاص بكتابي بالكامل. يمكنكم تلوين هذه السباين لتظهر بشكل مغاير وتعطي جمالية للكتاب بهذا الشكل. أختار مثلا اللون الأبيض، بهذا الشكل هكذا، ثم أقوم بإزالة التمبليت. إذن لاحظوا معي إخواني، هكذا سوف يكون الكتاب. هذا هو الغلاف الأمامي وهذا هو الغلاف الخلفي.
إذا إخواني هذه الطريقة خاصة بالفوتوشوب، يعني ضبط القياسات بالنسبة للفوتوشوب. أما بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون في كانفا فسوف أقدم لكم كذلك هذا الموقع الرائع، وهو الموقع الثاني. سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم بعدها هنا نقوم بضبط الإعدادات الخاصة بنا، 8.5 مثلا في 11 إنش، هذا هو قياس الغلاف الخاص بنا. ثم نحدد عدد الصفحات التي سنرفعها في كتابنا، 120 مثلا. ثم نختار اللون الأبيض، ثم هنا نقوم بحساب القياسات الخاصة بنا. فبالنسبة للقياس الخاص بالعرض فها هو، أما بالنسبة لقياس الطول فهو على هذا الشكل. بعدها نقوم بالذهاب إلى كانفا، ثم نقوم باختيار هذا الاختيار Create and Design، نقوم بالنزول إلى الأسفل ديمونسيون بيرسوناليزي، ثم نقوم بالضغط عليها. فهنا يجب علينا اختيار الانش، فبالنسبة للانش باللغة الفرنسية هو البوس، إن كنتم تشتغلون بكانفا باللغة الفرنسية فاختاروا بي او يعني البوس. ثم نرجع إلى الموقع، نقوم باختيار عرض الكتاب كنترول سي، ثم نقوم بنسخه في لارجير، ثم بعدها هنا نقوم بالعودة إلى طول الكتاب، نقوم كذلك بنسخه، ثم نعود إلى كانفا، نقوم بلسخه هنا كنترول V، ثم بعدها هنا كري النوفو ديزاين. إذن هذا هو قياس الغلاف الخاص بنا. سوف نقوم بالعودة إلى الملف الذي قمنا بتحميل التمبليت فيه سابقا، نقوم بأخذ هذه المرة الصيغة PNG وليس PDF، ونقوم بسحبها إلى كانفا، ننتظر قليلا. إذن هذه هي التمبليت الخاصة بنا، نقوم بضبطها حتى تتناسب مع الخلفية التي قمنا بإنشائها سابقا. ثم بعدها هنا نقوم بضبط الشفافية الخاصة بها حتى نتمكن من احترام كما قلت سابقا القياسات الخاصة الغلاف الأمامي والغلاف الخلفي. وكما تعلمون فيمكنكم الاستفادة من كانفا في أخذ بعض الأيقونات والصور لوضعها في الغلاف الخاص بكم. في هذا الفيديو إخواني حاولت أن أقوم بشرح فقط طريقة احترام المقاسات الخاصة بالغلاف حتى لا تواجهوا أي صعوبة عند إنشائكم لهذا الغلاف. لكن إن أردتم طريقة تصميم الغلاف وطريقة تصميم المحتوى الداخلي للغلاف فقد قمت بشرحها سابقا، فهذا الفيديو خاص بطريقة تصميم الغلاف، وشرحت فيه بعض المواقع التي ستحتاجونها لتحميل الصور لتوظيفها في هذا الغلاف. وهنا كذلك شرح لكيفية تصميم كتب التلوين، يعني المحتوى الداخلي للكتاب. كذلك ستجدون في هذا الفيديو مجموعة من المواقع التي تتيح لنا العديد من الصور المجانية التي سوف تساعدكم في إنشاء هذا المحتوى. وقبل أن أنسى، فبالنسبة لموقع كرياتيف فابريكا فعرض $1 قد عاد من جديد. ما عليكم إخواني سوى الذهاب إلى الوصف الخاص بالفيديو، سوف تجدون الرابط الخاص به. بعد الدخول إلى الرابط نقوم بالنزول حتى يظهر لنا هذا الرابط، نقوم بالدخول إليه من هنا. بعدها هنا سوف يمنحنا تخفيض $18، يعني كان الاشتراك الشهري ب $19 لكن سوف يخفض لكم هذا الرابط $18، وسوف تدفعون فقط $1 لمن يريد الاشتراك في كرياتيف فابريكا للشهر الأول وتحميل جميع الصور وجميع المحتويات الموجودة في كرياتيف فابريكا $1 فقط للشهر. يمكن تحميل العديد من الصور، العديد من الفونتات واستعمالها دون الحاجة إلى التعديل عليها، فهذه الصور بدون حقوق الملكية ولن تجدوا فيها أي مشكل. إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.